حول الموضوع ينضم لنا عبر الهاتف مباشرة الرياض الدكتور ناصر القرعاوي رئيس المركز السعودي للدراسات والبحوث. دكتور مساء الخير، أهلا بك معنا. إذن السعودية تقول لمجلس الأمن بأنه دعم إيران للإرهاب يهدد أمن العالم، التدخل الإيراني التخريبي إلى أين دكتور؟ شكرا لكم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا شك أن الوضع في المنطقة تعزم مؤخرا بعد إطلاق الصاروخ البالستي الإيراني الصري دعم متواصل في الأرض اليمني بالتأكيد هذا الوضع لم يعد مقبولا لدى المملكة العربية السعودية، لأن هذا اعتداء سافر واعتداء عسكري على سيادة الدولة وعلى أراضيها. ولذلك نقل الحرب من النطاق اليمني إلى المنطقة وصل مداه إلى التكتل الدولي الأخير، وما تقوم به الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة العربية السعودية على منبر الأمم المتحدة وعلى أيضا مجلس الأمن هو يصب في وضع حدود إجبارية لانحسار التدخل الإيراني في المنطقة. إيران تريد أن تلهب المنطقة وتدخلها في صراعات يعني دولية كما حدث في سوريا وكما يحدث الآن في اليمن، وهذا غير مقبول وغير منطقي وغير أيضا عقلاني. إيران طيب يعني بالمقابل دكتور نجد بأنه إيران مستمرة في تهريب الأسلحة إلى الحوثيين، مستمرة بتدخل مباشر عن طريق حزب الله وعن طريق أيضا تشغيل الأسلحة. إلى أي مدى هذا دليل بأنه إيران غير مكترثة بالتزاماتها الدولية؟ وماذا يمكن أن يكلف إيران ذلك؟ إيران الثورة، إيران الخميني، هذه يعني دولة شر، دولة فتيل فتن وصناعة أزمات في المنطقة، ليس فقط من عام 79 في هذا الأمر بجانب ما يحدث من التسليح، هي أيضا من تدير يعني الشبكة الدولية مع القاعدة ومع داعش ومع أيضا التطرف في اليمن والتطرف السياسي في سوريا ومحاولة زراعة أزرع لها في المنطقة. إيران لا تستطيع أن تواجه دولة حتى بأقل حجما من دولة مثل البحرين أو مثل دولة من دول الخليج، ولا نقصد البحرين لعدم كفاءتها وقدرتها، ولكن بحجمها الصغير فيما يتعلق بمساحتها لا تستطيع أن تواجه مباشرة، هي من خلال أذرعها ومن خلال ميليشياتها. لذلك العالم يعرف الآن وأدرك أن حتى تسريب أو الإفصاح عن علاقتها بالقاعدة، علاقتها بداعش، علاقتها بكوريا الجنوبية، إيران دولة شر، محور شر، ولذلك لابد من تدخل الدول الرئيسية في العالم، لأن المنطقة منطقة ملتهبة، منطقة ترتبط فيها أهم السلع الاستراتيجية من البترول، ولذلك نحن لا ننتظر المزيد من إطلاق الصواريخ، يجب أن يكون هناك حد أو تدخل دولي، وإلا فإن الردع السعودي سيكون جاهز في أي لحظة وفي أي مكان. طيب كما قلت دكتور بأنه إيران تتدخل في دول الجوار وبطرقها التخريبية عن طريق أدرعها، يعني الحلول التي يجب أن تطرح فيما يخص الميليشيات التابعة لإيران أو الأذرع أذرع إيران في المنطقة أيضا؟ أولا يجب أن يعالج وضع لبنان. لبنان اختطف، البلد الآمن، البلد السلام، بلد الثقافة والحرية والتنفس في ما يتعلق بالرأي العام الدولي. إيران، لبنان الآن تحت مظلة إيران عن طريق حزب الشيطان نصر الله. نصر الله إذا كان ليس لديه ثقة في 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 ميليشياته وعصاباته يتحدث إليهم من خلال شبكة التلفزيون أو لا يخرج على الملأ، هو في جحر وفي سراديب. أين الدولة اللبنانية من وضعها السياسي؟ ورئيس الحكومة الآن في المملكة العربية السعودية لأنه لا يأمن على نفسه مثل ما حدث مع والده رفيق الحريري. يجب أن يكون هناك دور لقص أجنحة إيران في المنطقة، سواء كان الحوثيين أو حزب الله أو أيضا من كان له من الميليشيات في العراق وفي سوريا.
شكرا جزيلا لك دكتور ناصر القرعاوي رئيس المركز السعودي للدراسات والبحوث، كنت معنا عبر الهاتف من السعودية.